مباشرة إلى مدرب منتخب سوريا الكابتن فجر إبراهيم. مساء الخير كابتن فجر، وأهلا وسهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، ألف مبروك كابتن توليك منتخب سوريا. الله يبارك سوريا فيك اليوم. يا رب يسلمك. أنا حاسس بصوتك في حماسة، في يعني إن شاء الله أمل معقود عليك. 23 مليون سوري إن شاء الله بيتأملوا فيك خير بأنه تصنع الفارق بلعبة أستراليا. شو بتحب تقول للسوريين بهي اللحظة صراحة العصيبة رياضيا إن صح التعبير؟ طالما في أمل كل شيء وارد، وهذا شيء مهم جدا، يعني لازم ما نقطع الأمل طالما موجود. طيب، وطبعا ما في شك أنه اللاعبين، أنا بتفائل باللاعبين وأنا مؤمن باللاعبين وبعرف قيمة اللاعبين الموجودين، لأنه اللاعبين السوريين الموجودين بالمنتخب السوري لهم قيمة كثير كبيرة على الصعيد الآسيوي، لذلك قادرين على أنه نحن نرجع فيهم للشيء الجيد. الأمر يتعلق، أنا بعتقد الأمر لا يتعلق بالناحية الفنية بقدر ما هو يتعلق بالناحية النفسية، لذلك العمل لازم يكون على الحالة النفسية أكثر ما يكون على أي شيء. في ظروف عصيبة أخرى كنت المنقذ كابتن فجر، في فكرة معينة ببالك إن شاء الله قادر توصلها للاعبين تشتغل على العامل النفسي إضافة للجانب التدريبي للعبة أستراليا الحاسمة؟ نحن عم نلعب مع أستراليا حاملة اللقب. ما نكون خياليين كثير ولا نكون منطقيين ونكون واقعيين، يعني قال لك انه والله بيومين رح تشيل الزير من البير، لا الامور مو هيك، الامر انه اللعب على العامل النفسي هو العامل الحاسم. في تشكيله معينه بذهنك؟ يعني انت أكيد قارئ المنتخب بشكل جيد، في شيء معين يعني؟ انا اسف ما بدنا نتدخل نحن باختصاصك كابتن فجر، بس انت تابعت لعبه فلسطين، تابعت لعبه الاردن، قدرت تكتشف الثغرات اللي خلفها الالماني بيردشتينغي؟ الله يسامحه، تيسر يمكن على المانيا من شوي. الله، هلا شيء انتهى ما فينا نحكي عليه. الرجل يعني عمل لي عليه وهذا اللي صار، لذلك اكيد في اشياء كثير مهمه، لكن لاوصل على الامارات على ارض الواقع الامور تكون افضل، يعني ان شاء الله ممكن اللاعبين اكثر ونحكي مع اللاعبين اكثر واساسا نقرر، وعندنا يومين ثلاثه بنعود، لكن مثل ما قلت لك العامل النفسي هو العامل الحاسم ان شاء الله. رقميا شو حظوظنا بالتاهل للدور الثاني رقميا؟ رقميا الفوز على استراليا، بس باقي النتائج شو مشانها؟ لازم نربح حكما. هلا اكيد حكما على استراليا لازم نربح، بس باقي النتائج باقي المجموعات يعني ممكن فرق تانية تجردنا حتى من افضل ثالث؟ نحن نربح وما بيهمنا الاخرين. يعني اذا ربحنا امورنا بتصير يعني بالجانب الجيد ان شاء الله. رح تاخذ بطريقك في راس الخطيب من قطر لعندك مباشره على الامارات؟ هلا انا ما بعرف شو نظام البطوله، بيسمح ما بيسمح ولو بشكل شرفي، ما راح ما في بذهنك انك بغض النظر اول شيء في راس خطيب من لاعبين المنتخب الوطني اللي بنعتز فيهم واللي له باع طويل واكيد يعني وجوده مع المنتخب الوطني كمان قيمة كبيرة. أنا حابب هلأ أخذ منك على الهواء مباشرة، حابب تدعي فراس الخطيب يكون معك ولو بشكل، فراس ما عنده أي مشكلة، كانت مشكلة فراس مع شتينغي. أنا بالنسبة إلي وجود بتحب تأخذ معك فراس ولو هيك جنبك، يعني توقفه جنبك على البنش. وجود فراس الخطيب قيمة كبيرة جدا. بتوجه له دعوة هلأ مباشرة على الهواء؟ أكيد وجوده قيمة كبيرة جدا، لكن أنا ما فيني أحكي شيء رسمي حتى أشوف شو الظروف هنيك، يعني لو تعرفي في امور رسميه وفي امور تتعلق بالنظام وتتعلق بالنظام البطولي ما لحد الان ما عندي اطلاع كافي عليه. اما وجود فراس خطيب هو شيء بيشرف وشيء جيد. امتى السفر على الامارات ان شاء الله كابتن؟ حاليا عم انتظر التيكت، الفيزا موجوده عم انتظر التيكت. ان شاء الله يا رب بالتوفيق كابتن فجر ابراهيم، وان شاء الله تقدر يعني تفرح السوريين صراحه بعد كسره الخاطر اليوم. انا بصراحه هلا كنت عم بحكي مع الاستاذ نديم كان في هيك شويه غصه بقلبي، لكن هلا سمعت صوتك لربما ها رجعنا الامل. للاسف يعني مثل ما بنقول دائما محكومون بالامل، دائما بنضل هيك مربوطين بشيلوا على بالامل. نحن بنظر يعني الشعب السوري والمنتخب السوري ان شاء الله بيظهر بالشدائد وان شاء الله هيك بنعوض، ان شاء الله بنرجع البسمه للشعب ونرجع البسمه للناس ونرجع الفرح إذا الله رأي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مدرب منتخب سوريا الكابتن فجر إبراهيم. شكرا جزيلا لك، بنتمنى لك يعني التوفيق بمهمتك الصعبة والشبه مستحيلة، ولكن مثل ما بلشنا ما في شيء مستحيل، طالما في أمل ما في شيء مستحيل. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله كابتن فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا. شكرا جزيلا.
هلا الكرام لابراهيم عالمي، لجهاد الباعور، لمارديك مرديكيان، لفهد اليوسف، لمحمود المواس، لعمر السومة، لعمر خريبين، لمحمد عثمان، لكل لاعبي المنتخب السوري. تأكدوا تماما انه انتم ابطال بعيوننا، انتم ما نكون بورصة ابدا لحتى حبنا لكم يتعلق بفوز او خسارة، نحن منحبكم ونحن معكم حتى الى ما لا نهاية، مثل ما انتم فرحتونا نحن بعام 2017 لما نحن هيك حلمنا لامس المونديال. للأسف عرضة عمر السومة هي اللي حرمتنا الذهاب إلى التصفيات بعيدا، لكن تأكدوا أنه نحن معكم بالخسارة قبل الفوز. ربما نحن منفضفض منعصب بنحكي بخصوص المنتخب، ولكن هذا الأمر أبدا ما بيزعزع محبتنا لإلكم وثقتنا فيكم كبيرة، وإن شاء الله يا رب نتمنى منكم رجاء من 23 مليون سوري إن شاء الله تفرحونا بلعبة أستراليا وتلعبوا بنفس الرجولة اللي لعبتوا فيها مع أستراليا بتصفيات المونديال، نقدر على الأقل نصلح ما تم إفساده خلال هاي الفترة الصعبة اللي مرينا فيها، لقاء فلسطين ولقاء الأردن. الشباب بالكنترول صراحة عمي من خلال حديث الكابتن فجر إبراهيم لشام FM، طبعا المدرب الجديد للمنتخب فجر إبراهيم، أنا عم عيد عليكم شو قال لي الكابتن فجر إبراهيم: هنالك أمل وكل شيء وارد، وأنا مؤمن باللاعبين ولهم قيمة كبيرة آسيويا، الأمر يتعلق بالناحية النفسية وهو الشيء الحاسم ولا يتعلق بالكادر الفني، يجب الفوز على أستراليا وهذا الشيء الجيد. حول إمكانية وجود الخطيب مع المنتخب، الكابتن فجر قال: لا أعرف إن كان نظام البطولة يسمح، ووجود فراس الخطيب له قيمة كبيرة. طبعا الكابتن فجر الآن بانتظار بطاقة الطيران للسفر إلى الإمارات. الكابتن فجر رحب بتواجد فراس الخطيب ولو شرفيا، يعني إلى جنبه على البنش على خط الملعب ليتابع المنتخب، يكون قيمة لزملائه، يكون قدوة لزملائه. الكابتن فراس بيحمل صفات القائد بكل معنى الكلمة داخل الملعب وخارج الملعب، هو صراحة نجم له كتير قيمة كبيرة بين رفاته. رجاءنا الكبير من الكابتن فجر ومن كل القائمين على كرتنا، خلينا هالبصيص الأمل اللي ضل، إذا كتير بهمكن صراحة موضوع المنتخب، استدعاء فراس الخطيب ويكون موجود سواء كان لاعب أو غير لاعب. شكرا كتير، وأنا صراحة بعتذر منكم مستمعين الكرام على الانفعال اللي صار اليوم بخصوص منتخبنا الوطني، صراحة جرح كبير، خسارة من الأردن كانت قاسية، وإن شاء الله التعويض بمباراة أستراليا المستحيل منه سوري. ومثل ما نحن كنا مع المنتخب بآسيا، مثل الرجولة اللي لعبنا فيها باستاد أزادي أبو 60,000 متفرج، نحن ناطرين لقاء مشرف مع أستراليا، على الأقل أفضل ثالث، التأهل للدور الثاني، وكل الثقة للكابتن فجر إبراهيم، وتمنياتنا بالتوفيق للكابتن بيرد شتينجر اللي سافر ربما على ألمانيا. للأسف فترة كتير صعبة عشناها خلال 10 أيام منذ انطلقت البطولة الآسيوية في الإمارات. غدا لقاء أستراليا وفلسطين، صراحة النتيجة كتير رح تكون مؤثرة على منتخبنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لكل فريق العمل في شام FM، لأحمد يوسف، محمود عبد اللطيف، وعلي أسعد، والشكر الكبير للزميل طارق ميري في الإعداد والتنسيق مع الكباتن، كمان اللي بتشكر وجودهم الأستاذ نديم الجابي الصحفي الرياضي، والكابتن زياد شعب، والكابتن أحمد عزام ومدرب منتخب سوريا الجديد الكابتن فجر إبراهيم، إضافة للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأستاذ بشار محمد. المستحيل منه سوري، وخلوا ثقتكم كبيرة بنصور قاسيون ولو أنه بصيص أمل ضعيف، ولكن طالما الصافرة لساتها موجودة بالإمارات إن شاء الله رح نحاول نصنع الفارق بلقاء أستراليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.